ولكن سير ديال الدرهم. ولكن سير حتى نتوما ملي كنتو في الحكومه علاش ما حلتوش مشكل لا سمير؟ ما تخلوش عيطوا لكم التعديل ابدا. حنا كنعتبروا بان التوجه ديال هذه الحكومه لا يتناسب وانتظاراتنا وسقفنا. اذا ما تخلوش التعديل عيطوا لكم ابدا. عامين ونص نتوما باغيين تخلقوا مليون فقدوا 435 فقدوا 435 الف. زوار موقع بديل مرحبا بكم في هذه الحلقه، نستضيف من خلالها الامين العام لحزب التقدم والاشتراكيه الوزير السابق محمد نبيل بن عبد الله. سي محمد مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. فاليوم انا سعيد بان نتواجد معك من اجل مناقشه هذه القضايا الوطنيه الاساسيه اللي على حال المغاربه عايشين في قلبها، ويحتاجون الى ان تعرض عليهم من يعتبر بانه الحاله زينه، وكاين اللي كيعتبر بانما الحاله يتعين اننا نضربوا فيها الفقد ونشوفوا شنو واقع. الحاله زينه الحكومه طبعا زينه طبعا ما خصنا والو. يعني كيعتبروا انهم في التصريح الحكومي الاخير او في الحصيله تقديم الحصيله استمعنا لواحد الخطاب، وهذا هو الفحوه ديال الرساله المفتوحه اللي قدمنا. استمعنا واحد الخطاب بانه كل شيء بخير، بانه ارتياح ذاتي مبالغ فيه، نوع من الاستعلاء خاصه في الاجوبه اللي تقدمت. لو كنا امام خطاب ديال الحكومه اللي كتقول حنا انجزنا عدد من الامور وبقي امامنا عامين ونص باش ننجزوا ما تبقى، ولما يتفاعلوا مع خاصه الخطب المختلفه ديال المعارضه يقولوا استمعنا الى انتقاداتكم وكاين البعض منها اللي وجيه وغناخذوا بعين الاعتبار فيما تبقى. لا، الجواب كان قاسي، قاسي ازاء جميع انواع الانتقادات، قاسي باعتبار ان مؤسسات رسمية بحال المندوبية السامية ديال التخطيط، بحال المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، انهم صدروا تقارير وكاين الجهجة ديال التهديد ان هذيك التقارير راه موجهة، راه باغا الخدمة في الحكومة، وهذا الشيء خطير ان نتوجه لمؤسسات وطنية بهذه الطريقة. واكثر من ذلك اعتبار بانه هذه حكومة اللي في عامين ونص دارت اللي عمر شي حكومة ما دارته في خمس سنين. على صعيد الانجاز الاقتصادي والاجتماعي وكذا. واكثر من ذلك قال لك حنا اللي داكشي اللي التزموا به في 2021 ديال خمس سنين باش ينجزوه في خمس سنين، هما نجزوه في عامين ونص. سالاو يمكن سالاو كل شيء. فبالتالي حنا بغينا نجاوبهم، نجاوبهم ماشي في 17 دقيقه بحال اللي كان عندنا عبر فريقنا وعبر رفيقنا رئيس الفريق رشيد حموني، لان 17 دقيقه غير كافيه. قلنا خصنا نجاوبهم برساله مفتوحه ويكون الشعب حكم بيننا ووسائل الاعلام حكم بيناتنا. وتلاحظ ان الرساله كلها احترام ولكن فيها انتقادات، ووقفنا عند هذا الارتياح الزائد الذات، وقفنا عند هذا الاستعلاء وقلنا لهم الله يخليكم، بما انكم بلغتيو في الارتياح الذاتي حنا غنقولوا لكم واش نتوما كتشوفوا الواقع، الواقع المر اللي عايشين فيه المغاربه، ولا غير كتسبحوا في الفلك ديال الجداول وديال المنحنى الطالع والهابط وديال المكاتب المختلفه التي تقول لكم بانكم نجزتيو. فعملنا هاد الرساله المفتوحه. ومن الغريب من الانتقادات الاولى اللي كيديروا لنا هو انه ما عندناش الحق نصيفطوا رساله مفتوحه، وماشي هذه المره الاولى، هذه المره الثانيه اللي قالوا لنا هذا الشيء. بمعنى اننا نستغرب وكانه في الفضاء المؤسساتي المغربي وطبقا للدستور ديال 2011 وحتى الدساتير السابقه، الحكومه ما يمكن لا تهضر مع المعارضه او المعارضه ما تهضر مع الحكومه الا داخل البرلمان. منين جابوا هذا الفقه الدستوري وهذا الفقه؟ كيقولوا بان احنا ما نتكلموا مع رئيس الحكومه الا داخل جدران البرلمان. علاش؟ بمعنى ما نسالوه، ما نديروا مهرجانات، ما نهضروا مع صحافه، ما نصيفطوا انا وياك غير دستوري مصيبه. اي غير دستوري وغير ذلك من الاطارات، ما نديروش مهرجان في هذه المدينه او تلك، ما ننظموش اجتماعات ديال المكاتب السياسيه ديالنا، ما نصدروش بلاغات عمليا. هذا الشيء اللي بغاو يقولوا لنا، بانما ما نقولوا والو الا داخل البرلمان. فلذلك اعتبرنا اننا غنديروا رساله رقم 2، واذا دعت الضروره الى ذلك نديروا رقم 3 ورقم 4، ولكن دائما في اطار الاحترام والتقدير الواجب لجميع المؤسسات والواجب للاشخاص. هكذا احنا مربيين في حزب التقدم الاشتراكيه. لكن هناك مجموعه من الملاحظات 10 بالضبط اللي حطيناها في هذه الرساله، واللي
جاوبونا بجميع أشكال الأجوبة ساقطة أعتذر عن ذلك، لكن تقول واش جاوبونا على نقطة واحدة من هذه النقاط اللي كاينين في الرسالة المفتوحة. غنمشيو لهذه الرسالة والتفاعل ديالها عدد من النقاط. باقتضاب إلى طلبت من السي نبيل بن عبد الله تشخيص للوضعية الاقتصاد أهم النقاط. لا بسرعة، أولا بغيت نوقف على واحد المسألة ولكن ندوز عليها بسرعة وإن كانت مهمة. المسألة الأولى هي سياسيين هذه حكومة غائبة لا تهتم بقضايا الديمقراطية ولا بقضايا حقوق الإنسان ولا بقضايا معالجة ما يجري في الساحة السياسية والانتخابية في أفق الانتخابات ديال 2026. حكومة من هذه الناحية وكأنها غير معنية، وهما هي فيها في ثلاثة الأحزاب وكأنها غير معنية بالبعد السياسي والبعد الديمقراطي والبعد الحقوقي. هذا كنعتبره خطير، وكنقولوا في هذه الرسالة عندكم راه عمليين، راه خصنا نشوفوا كيفاش نصلحوا هذا الفضاء السياسي وكيفاش ندخلوا له أحسن ما يتوفر عن المجتمع المغربي، ماشي عبر استعمال ديال الأموال بشكل فادح كما رأينا ذلك في 2022. كانت فلوس في 2001 في واحد الشكل لم يسبق له مثيل، الناس خداو عطاهم رشوة. يعني هذا الشيء قلناه في ذلك العبان، وقلنا هذا الشيء ديال القفوف وهذا الشيء ديال القفوف في رمضان وفي العيد وفي العيد الثاني وأثناء الحملة الانتخابية والإمكانيات الطائلة. كيف تريد أن حزب اللي كيعتمد على مناضلين اساسا باش يترشحوا في الدوائر ان يصمد امام هذه الامور، امام استعمال فاحش الاموال، امام عناصر اللي حقيقه لا تقف عند اي حد بالنسبه لخوض هذه المعارك الانتخابيه، وامام العزوف. هذه مساله خطيره وخطيره جدا، ويتعين اننا نعالجها. علاش؟ لان المغرب في امس الحاجه الى ان يصالح المغاربه مع العمل السياسي، المغاربه مع المؤسسات اللي هما الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة، المغاربة مع الأحزاب، المغاربة مع تدبير الشأن العام. إلا ما وصلناش لهذا الشيء هذا راه المسألة خطيرة، ولا ولاو داخلين عندنا أساسا في هذا المجال فاسدين اللي عندهم ملفات واللي باغيين يغطيو على راسهم وغير ذلك، غنوليو في كارثة. حنا كنقولوا هذا الشيء بكل هدوء وكننبهوا إلى ضرورة معالجة هذا الأمر. ما باغيين هما مهتمينش، لان انا غنقول لك هذا السؤال اللي اهميته السي نبيل وخليك تفضل. السؤال دابا قبيله قلتي شي حوايج، تصور دير غير رساله سلوك سياسي بسيط. المغرب دابا الحزب الاتحاد الشراكي والتقدم والشراكيه تعيش في اجواء في تجارب حكوميه كان الفضاء السياسي فيه النقاش، الناس كيديروا رساله للقصر الملكي البرلمانيه الناس اليوم هذا العام. انا بغيت نسولك السي نبيل، علاش ولا هذا الزمت؟ علاش هذا ما بقاش لا يسمع صوت اخر؟ باغي يسمع غير صوت الحكومه، بغي يسمع للمعارضه وماشي من المصلحه. لا علاش؟ سؤال علاش؟ شنو اللي وصلنا؟ ما شوف نقول لك واش ذاتيه ولا موضوعيه؟ هما اعتقد انه هذه الحكومه في حد ذاتها كاحزاب خصهم يفهموا بدايه انهم براسهم احزاب، وانهم اليوم في واقع اللي غدا يمكن لهم هما يتضروا منه. صحيح. هما بنفسهم يمكن لهم يتضروا منه، مع الاسف الوعي ما موجودش عندهم. عوض ان تكون حكومه سياسيه قادره على انها تدافع على الفضاء السياسي كفضاء اساسي لخوض اي مشروع اصلاحي، ما كاينش مشروع اصلاحي بلا فاعلين سياسيين اقوياء، ما كاينش. الاصلاح خصو يدار بناس اللي قادرين يمشيو عند الشعب ويفسروا له علاش غنديروا اصلاح المقاصه ولا اصلاح التقاعد ولا علاش غنصلحوا التعليم وكيفاش غنصلحوه ولا علاش غنصلحوا الصحه، اللي يهبطوا للبرلمان وخارج البرلمان اللي يديروا تجمعات في المغرب كامل ويفسروا ويهضروا مع المواطنين. هذه هي، الا ما دافعناش على هذا الشيء راه عمليا ما غنوجدوش غدا من يبلور المغرب الجديد الذي نطمح اليه، المغرب ديال النموذج التنموي. النموذج التنموي الجديد كان عندهم مشروع، كان عندهم مرجع في التصريح الاول اللي داروه في 2021، نساوه دابا ما بقاوش يهضروا عليه. وفي التصريح اللي دار رئيس الحكومه ما بقاوش يجبدوا النموذج التنموي. علاش؟ لان السقف ديال الاهداف ديالو يفوق بكثير ما يقومون به. اذا هذه النقطه الاولى السياسه. النقطه الثانيه قلنا لهم الله يخليكم عاود رجعوا ارقامكم الاقتصاديه اللي جبتيو. راه اليوم قلتوا لنا في التشغيل انكم غديروا مليون منصب شغل، هما اللي قالوها ماشي حنا. الان على حسب الارقام، الا خديتي السكينه النشيطه ديال دجنبر 2021 عاد وصلوا هما شهرين من قبل،
دو جنبر هذا الرقم ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط، رقم رسمي هي الجهه اللي مكفول لها واللي مكلفه بان تعطي الارقام ديال البطاله وديال التشغيل، كانوا في عشرات المليون و 772 الف واحد اللي كيشكلوا الساكنه النشيطه. في مارس 2024 عشرات المليون و 337 الف، فقدوا 435 الف منصب شغل في عامين ونص. انتم باغيين تخلقوا مليون فقدوا 435، فقدوا 435 الف. كاين اللي كيقول لك بالغتي، احنا بالغنا ناخذوا رقم اخر وتاويل اخر، اللي كيقول انهم فقدوا 261 الف منصب شغل. كيقولوا لك بانما اساسا هذا الشيء ناتج على الجفاف والعالم القروي. طيب الحكومات اللي قبل منكم ما كانش عندهم الجفاف؟ ديما الجفاف في المغرب، الجفاف في المغرب هذه 20 عام واكثر من 20 عام وحنا عايشينه. دونك بالتالي والحكومات اللي سبقتكم كامله ما عمرها ما وصلت لهذا التدني ديال البطاله. فعمليا كاع داكشي اللي كتعنوا عليه بعيد تماما بعد على الواقع. واليوم في هذه البطاله كاين 36% شباب. كاين رقم اخر اللي حقيقه خصنا ننتبهوا له، 4.2 مليون ديال الشبان من هذوك اللي نيت. شنو هما؟ هما اللي لا تكوين لا تق... لا, لا, لا مدرسه لا, لا تكوين لا مدرسه لا شغل، لا مدرسه لا شغل، قلب قنابل في المستقبل. يعني عمليا هذا الشيء واقع اليوم وعايشينه معكم. فما تبقاوش تقولوا لنا الخطاب ديال ارتياح الذاتي، قلتوا لنا انتم غديروا 4% ديال نسبه النمو. الى يومنا هذا احسن ما درتيوه هو 3%. يعني انتم بعاد كل البعد على ذلك. قلتوا غتنميو الاستثمارات الخارجيه، ناقص 53% ديال الاستثمارات الخارجيه. وحتى هذه الاستثمارات الخارجيه اللي كاينه الان كاينه، كاين البعض هو يتم الاعلان عليها، ما كتخلقش المناصب ديال الشغل المنتظره. علاش؟ لانه عوض ان نذهب في اتجاه قطاعات اللي مشغله بشكل كبير، كاين الان بعض الاستثمارات اللي كتمشي في بعض القطاعات اللي هي طلائعيه رياديه مزيان، ولكن راه في نفس الوقت نحن نحتاج. وهذا الشيء اللي انتقاد لي جوجنا لهم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قال نفس الشيء، الا بغينا شغل منتج وفعال وقوي خاصنا نستثمروا في الصناعه، الصناعه الحديثه ماشي الصناعه الثقيله اللي غدا يمشي ويقول لك حنا باقيين كنفكروا بحال اللي قالنا واحد باقي وقف العقل ديالنا في 1991. لا، العقل ديالنا حنا خدام مزيان، باقيين حيله، باقي خدام كيدور، والحمد لله حنا كنجابوكم بالارقام وكنجابوكم بالدليل وبالبرهان. فعوض انهم يديروا هذا الشيء هذا مستمرين في اجترار واحد المجموعه ديال المشاكل بما في ذلك على مستوى المناخ الاعمال، تراجع على مستوى واحد العدد ديال المؤشرات بلا ما ندخل فيها عالميه اللي كتدل باننا ما كنتقدموش. هادشي كله تراجعنا فيه، وكيبان بانه عندنا مشكل حقيقي في ان نعطي دفعه للمقاولات باش نجعلوا هذا القطاع الخصوصي تدريجيا يتحمل مسؤوليته الى جانب استثمار عمومي قوي اللي موجود، ماشي ما موجودش. هما حنا كنعترفوا لهم بان ما كاين 335 مليار درهم اللي وصلوا لها ديال الاستثمار العمومي، لكن الجوده والاستهداف او الاستهدافيه ديال هذا الاستثمار العمومي ماشي في المواعيد. فبالتالي هذا الشيء خصكم تراجعوه. 27000 مقاوله فلسات، 27000 مقاوله صغيره ومتوسطه فلسات في عهدهم. فبالتالي ضربوا الفقد في هذا الشيء، لان هذوك المقاوله الصغيره، ديك المقاوله الصغيره هذا مخدم 10، هذا مخدم 15، هذا مخدم 20، هذا مخدم 35، راه هما اللي كيديروا الشغل، راه هما اللي كيديروا الاساس ديال الشغل. ثانيا قطاع غير المهيكل، كاين جوج الانواع ديال القطاع غير المهيكل. كاين قطاع غير مهيكل ديال الناس ديال 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 الاسترزاق ديال الناس، مخرج كروسه كيدبر كيشوف كيفاش يقاد راسو والعائله ديالو. ولكن كاين واحد القطاع غير مهيكل كيمس وكينافس هذاك الاقتصاد المهيكل وهذيك المقاوله اللي كتخلص الضرائب، كينتج بحالها، هذا كينتج اقمصه، الاخر كينتج اقمصه في القطاع غير المهيكل، ما كيخلص ضريبه، خدام في السريه الى غير ذلك، وكيجي كيحط منتوج، هذا كيبيعه ب 20 درهم، الاخر كيجي كيبيعه بخمسه. فبالتالي هذه الامور
كتجعل ان هذه المقاولات ما كتصمدش، وما داروا والو ضد هذا الشيء، قالوا انهم غيحاربوا هذا القطاع ما حاربوش. نمشيو لهم الان لامور مرتبطه بالسياده الاقتصاديه، لا سياده صناعيه حد الان، باقيين كنستوردوا الاساس ديال المواد اللي كنحولوها في المغرب كنستوردوها من برا، لا سياده طاقيه. حنا كنشوفوا شنو واقع لنا بالنسبه هذيك لاسامير، ما بغاوش يشغلوها ولو باغيين يهضروا معنا عليها، لانه العمل ديال التكرير لو غافيناج والعمل ديال التخزين ستوكاج، هذه هناك شركات اللي اليوم هذا الشيء كتفضل وكتربح فيه اموال اكثر، لانها كتفضل انها ديروا براسها. هذا الفاعل مجال المحروقات فاعلين هم، فاعلين هم. والمجلس ديال المنافسه قال لهم بصريح العباره بان ما كاين مشكل على مستوى التنافس، وبان خصكم تعالجوا هذا الشيء، وعرضهم ولو انها ما كانتش في المستوى المنتظر، عرضهم للضعيره على هذا المستوى، قال لهم خصكم تخلصوا ازيد من 2 مليار ديال الدرهم. ولكن سير حتى نتوما ملي كنتو في الحكومه علاش ما حلتوش مشكل لا سمير؟ اي واحد دابا يسمعك كيقول كنتو في الحكومه ما بغاوش. ها ما بغاوش، ما كناش بوحدنا في لا سمير، كنا مع الاسف حنا كنلحوا وانتم في الحكومه، وحنا في الحكومه باش يتم اعاده تشغيل لا سمير. كيف كيلحنتوا بي بي اس؟ حنا كحزب كبي بي اس عداله 800 عداله 800 كانوا وسط هذا الامر، يعني كانوا كيدبروا الامر، ولكن كانت اطراف اخرى الاحزاب الاخرى من الاحرار. انتم كتقدموا الشراكيه حنا دائما كنا كنقولوها علنان، هذا الشيء اللي كنقول لك اليوم. عارض وسط الحكومه الاحرار، مثل الاحرار من ضمن الاحزاب التي كانت تعتبر بانه هذا الامر ما كيقولهاش بصريح العباره، كيقولوا بانه القضيه معقده، الملف امام القضاء الدولي، المساله تحتاج الاحداث، المساله متجاوزه، التجهيزات اللي موجوده تما ما بقاتش صالحه، الى غير ذلك من الامور. لكن عمليا هذا الامر كيركز كيخلي واحد الوضعيه سائره الى يومنا هذا. اذا هذه السياده الطاقيه هي ما موجوده. الغذائيه كتقولوا لنا درتيو سياسه فلاحيه استهلكتيو فيها مياه كيجيبوا الانجري من برا، كيجيبوا الدواء العلف من برا، كيجيبوا القطنيه من برا، كيجيبوا الحبوب من برا، كيجيبوا هذا الشيء كامل من برا، وكيصدروا شنو؟ الماء كيصدروا الفواكه الحمراء والدلاح والافوكا، وفي ضيعات كبيره. وكيقولوا لنا حنا لما كانت عندنا وزيره ديال الماء تنبه الى هذه الامور، وكتقول لهم الله يهديكم، توصلنا انذاك بتهديدات، تقول لنا قولوا لا تسكت لان الفلاحه محتاجه الى الماء. قلنا لهم طيب، حنا ديك الوقت هذا الشيء نبهنا اليه، ها هما مستمرين فيه. كيقول لك هما كانوا ناجحين في كل القطاعات اللي دازوا فيها من قبل، هذا الشيء اللي قالوا، وانتم ناجحين ولكن تقولون لنا حنا ومن كان معنا في حكومة سابقة منذ 1998 بأنه كنا فاشلين. سبحان الله العظيم، كيفاش كديروا انتم أنكم بوحدكم كنتوا ناجحين في حكومة سابقة وكل شيء الآخر كان ساقط، كان ما في الدوش، وكتنسوا بأنه هذه راه أكثر من 40 عام وانتم في الحكومة. إلا كنتوا كتقولوا لنا حنا دوزنا 20 عام في الحكومة، أنتم راه دوزتوا فيها أكثر من 40 عام وكنتوا كتسيروا أساسها قبل التناوب. تذكروا ذلك. فبالتالي راكم عندكم واحد التاريخ معين، على الأقل في ديك التاريخ كما الجميع قولوا درنا أمور، حتى حنا كحزب التقدم الشرقي كنقولوا الأمور درناها وأمور ما درناهاش. ملي كتمشي السوق كتلقى البنان موجود، دابا اي تدخل دابا السوق راه البنان موجود، راه البطاطا موجوده، راه البصله موجوده، الخضره موجوده. تماما. نقدر واحد الوقت مثلا الندى ديال شي حاجه ولا غيابها نلقاه مبرر الغلا، اغلب ما كاين حنا كمغاربه ولا كصحفي اليوم الوفره، يعني السوق عامر الغلا، الديور موجودين. لا الديور موجودين وما قادش المواطن يش الموظف. انا جايك لهادشي، سي حميد الله يخليك، بلا ما نشيروا لي بلدان اخرى بالاسم، ولكن غتفهمني بالحرب الغمزه كيقول لك واش حنا، واش في الذاكره ديالك على محل تا انسان باقي شاب نسبيا شويه لا يعني، ولكن عندك واحد الذاكره تعود الى 20 30 عام. واش في هاد ال 20 30 عام عمرنا عشنا حنا وضع بحال بلدان اخرى قريبه منا؟ المغرب ولا يشري بصله حبه. طيب ولكن واش عمرنا عشنا شي حاجه اللي ما كانتش فيها الاسواق موجود فيها كل شيء؟ صحيح. دائما كانت البصله موجوده ومطيشه موجوده والبنان موجود والديمون موجود واللحم موجود والحليب موجود وغير ذلك. كان مشكل مره كيوقع ديال الحليب في رمضان، باش تكونوا موضوعيين. أيه. الحليب في رمضان صافي،
اما خارج هذا الشيء هذا المواد كلها دائما كانت موجوده، فباقي ما يجيوش يقولوا لنا كاينه الوفرة. ها هي كاينه الوفرة باي ثمن. هذا هو المشكل. واش كيفاش كتفسروا نتوما انه الوغ كان الكوفيد طيب، كان الكوفيد ولكن لما كان الكوفيد وكنا كنقول لكم الله يخليكم تهلاو في الناس ودعموهم وحاولوا تستعملوا اليات باش تحافظوا على الاسعار باش نقصوا من التفية، وصفنا لهم الرسالة الأولى المفتوحة كان فيها مقترحات مضبوطة، وحيدوا شوية من ديك لاتيك الرسم الداخلي على الاستهلاك باش ما يرتفعوش بزاف المحروقات نوطامون، وحاولوا الرسوم الجمركية حتى هي تقلوا منها، وذاك ما فعله أو ما فعلته كل الدول الغربية باش تحاول تحافظ على الأسعار وتحافظ على القدرة الشرائية. ما بغاوش قال لك أنا غنديروا حاجة واحدة غنعطيو غنعلفوا الناقلين. وهنا الكارثة السياسية. تماما، حنا لما نعطيتيو شكون هما هاد الناقلين؟ واش موالين الملك؟ واش موالين الرخصة؟ ولا هذوك اللي كارينها؟ ولا هذوك اللي كيسوقوها؟ كيف كان شنو هو المردودية ديال هذا الفعل هذا؟ واش كان عنده تأثير حقيقي على الأسعار؟ طيب 3.2 مليون ديال الناس اللي سقطوا تحت العتبة ديال الفقر. كيقولوا لنا دابا حنا وكنت بعناكم حنا دابا تضخم ولا فيه 0.3%. 0.3% من اش؟ من سنتين اللي كان كيوصل الى تضخم ديال الرقمين، وبالنسبه للمواد الاستهلاكيه ديال 20%. دابا اليوم انتم لما جيتيو كحكومه واش اللحم كان ب 140 درهم؟ ابدا. واش انتم لما جيتيو كان البنزين ب 13 وب 14 وب 50 درهم؟ اذا عمليا معكم عشنا ارتفاع صاروخي ديال الاسعار، وباقي استقرار على هذا المستوى ديال هذه الاسعار وحنا فيها اليوم. حتى اليوم حنا على بعد اسبوعين من العيد، حتى داك الشيء اللي كيتم دابا الاستيراد ديالو داكوغ، اللي كيتم الاستيراد ديالو من الحواله مدعم. لا عافاك سي نبيل، واشنو كندعموا؟ اسمح لي نطرح لك السؤال. دابا وجه الخطوره مع هذه الحكومه هي العنوان الدوله الاجتماعيه، ولكن ملي كتشوف كتلقى السياسه الاجتماعيه ملي كدعم انت ودعم الفقير ديالك تمشي لحولي وحسبوهم، تصور هما مالي الاحزاب تدعمهم بديك البركه، وملي كيجي ما كيراقبوش كيبيع باش بغى، اش كدير؟ كتبان لك بحال حكومه رجال الاعمال لا على صعيد دابا السوق اللي قلت قبيله، ها الخضره ها الفواكه، راه هنا وجه الخطوره. وهذا بالضبط وهما كاغنياء كيتعفاو من الضرائب، واخا يبان لك انت ما تشريش هو محميه، بمعنى كيحميهم في الاغنام، كيحميهم في الخضره، كيحميهم في وهذا بالضبط ما يقع اليوم. بمعنى ان احنا كندعموا مجموعه ديال المستوردين باش يجيبوا الغنم من برا ديالهم، كيجيبوهم كنعطيوهم واحد 500-600 درهم على كل راس، ولكن في نهاية المطاف كتوجدوا أولا صغار كلهم كيجيبوا داك الشيء اللي صغير، وثانيا كتلقاه في السوق ب 2000 و 2500 وحتى 3000، وكاين اللي كيبيعوا راه العيد واخا. طيب عمليا إذا كيفاش؟ إلا درتيو الدعم خاصكم تسقفوا الأسعار ديال هذا الشيء اللي كيتم استغلاله. طيب علاش ما تستعملوش هذه؟ وهذه قلنا لهم حتى بالنسبة للرسالة الأولى اللي سيثقف ضد راسو. اذا ها هو غلاء المعيشه موجود، وانتم ما واعيينش بانه اليوم. البارح كنقرا مقال كنوجد فيه بانه الاسر تعاني اكثر فاكثر، خاصه بالنسبه للمساله التعليميه. علاش؟ لانه المدارس الخصوصيه اللي كيلجؤوا لها الان واحد العدد ديال الناس كتاخذ لهم واحد الجزء كبير من الميزانيات الداخليه ديال الاسر. اذا هذا جانب. ناخذ جانب اخر، لما هضرنا معهم قالوا لنا دابا حنا كنديروا الدوله الاجتماعيه، قالوا لنا حنا عممنا التغطيه الاجتماعيه، عممناها. قلنا لهم طيب الا عممتيوها اداريا، عممتيوها قانونيا، هادشي كنعترف لكم به، لكن قولوا لنا لما جيتيو لقيتيو راميد فيه 18 مليون ديال الناس مسجلين اللي كانوا خداو البطاقه ديال راميد، ماشي كلهم جددوها، لان ماشي كلهم كانوا في حاجه في هذه السنوات اللي مرات ما مشاوش للسبيطارات، فبالتالي ما استفدوش من راميد، ولكن فقط انتم كتقولوا 10.5% 10.5 المليون. هذو الارقام اللي تعطات في لقاء دراسي تراسوا السيد وزير الميزانيه
طيب هذوك الاخرين 8 مليون تقريبا فين مشاو؟ قالوا لنا، قال لنا السيد رئيس الحكومه ما كاينينش، هذوك نتوما صانعينهم، نتوما صانعينهم في ما كاينينش كاع، حيدوهم لنا. ماشي ما كاينينش، هادو ناس تعطاتهم بطاقه الرميد بمعنى انهم كانوا فقراء ويستحقونها، لكن ما استعملوهاش، ما مرضوش، فبالتالي نتوما بما انهم ما مرضوش في ديك الفتره حيدتيهم من الحساب. ولما كتجيبوا لنا الجداول الجديده اللي كتجيبوا في الصفحه 8 من الجدول كيقول لنا 8 المليون، وفي الصفحه لاحقه كيقول لنا 10 المليون ونص، هو زقي معنا واش 8 المليون ولا 10 المليون ونص. ديجا ها انتم معترفين براسكم بانه كاين خلل على هذا المستوى. هذا جانب اول. الجانب الثاني، كاين مهن خاصه المهن ديال غير الاجراء، حره كانت او غير اجراء، اللي 15% منهم فقط، اللي 15% فقط من التكاليف ديال 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 الاشتراك اللي كيأديوها، و 27% فقط منهم اللي معنيين اللي قبلوا انهم يدخلوا لهذا النظام، بمعنى ما كاينش التعميم. شنو هما غير الاجراء؟ هما جميع الانواع ديال الناس اللي هما ماشي موظفين وماشي مسجلين في السي ان اس اس، بمعنى كاع اللي كيمارسوا مهن اخرى ولكن ما عندهمش هاد التغطيه بهذا النوع. هاد الناس هما ما مامنش عليهم وعندهم صعوبات حقيقيه انهم يخلصوا، وكتفرضوا عليهم انهم يخلصوا، هما ما عندهمش باش يخلصوا. هادشي كامل ما بغيتوش تكلموا معنا فيه. ثم نجيكم لمساله اخيره، هي شكون اللي كيستافد اليوم بالموارد الماليه اللي كاينه في التغطيه الاجتماعيه؟ لمن فين كيمشي هادشي؟ واش كيمشي لهاد المستشفيات العموميه اللي ها برافو ديالكم؟ هنا نقول لكم برافو نتوما والحكومات اللي قبل منكم. اليوم كاين اما كتبنا مستشفيات جامعيه في كل عاصمه ديال الجهه، برافو مزيان. كاين مستشفيات اقليميه جهويه الى غير ذلك كتبنا ان بو بارتو، مزيان. ولكن الا ما كنتوش غتمولوا هاد المستشفيات من خلال انه نجيبوا لها المغاربه، الاساس المغاربه يمشيوا للمستشفيات عوض ما يمشيوا للمصحات الخصوصيه. اليوم حسب الارقام، بعض الارقام كتقول 75% من الاموال ديال التغطيه الاجتماعيه كتمشي للكلينيك، كتمشي للمصحات الخصوصيه. كاين اللي كيقول ازيد من 90% حتى ل 95% اللي كتمشي للكلينيك. معناها هادشي خطير، معناها هاد الاموال باش غدور هاد المستشفيات العموميه؟ صح. ديجا عندهم مشكل الاطباء اللي ما باغينش يمشيو في المغرب كامل، عندهم مشكل الموارد البشريه، وعاد غيولي عندهم هذا المشكل ديال التمويل. فبالتالي هذه امور حقيقيه مطروحه، طرحنا عليكم في هذا الوثيقه اللي صيفطنا لكم كرساله مفتوحه، جاوبونا على هذا الشيء. ما تجاوبوناش باسلوب ساقط اللي كتوجهوا لنا بكذا. الدعم المباشر كتقولوا لنا 3.5 مليون ديال المواطنين اللي حنا غنعطيوهم او عطيناهم الدعم المباشر. حنا كنطرحوا لكم بعض الاسئله. بدايه هاد الناس الى عطيتيهم الدعم المباشر، اولا فسروا لنا هذيك المؤشر كي درتيه؟ تعطيو الناس ومن بعد شهر تسحبوا لهم داك الشيء اللي عطيتيهم، علاش؟ لان كتكتشفوا بان ماشي حد شي واحد دار تعبئه ديال 50 درهم او ان عنده التليفون بورتابل غير عبا يمشيو تدعم، كيفوت 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 العتبه. دايرين تسعود الى في 9.32 كيعطيوك ما كيطالبوك بوالو، الى بين 9.32 و9.74 كتخلص شنو؟ الاشتراك في التغطيه الاجتماعيه، هي مشات لك 200 درهم من 500، بقاتك 300، بقاتك 300. وسمعت شي واحد كيقول الله يهدي ما خلق بانه كيقولوا للناس، وهذا ليصدق ذلك، ان الواحد يخرج عند المغاربه يضحك عليهم بهذه الطريقه. قال لهم شتي نبيل بن عبد الله اللي كيقول هذه الهضره، انا هضر مع الفلاحه ومع الناس البسطاء، كيقول لك حنا اعطيونا ديك 300 درهم تبارك الله وصلى على النبي، بما انه وديروا البوطه ب 100 درهم وديروا الماء والضوء ب 100 درهم وتبقى لنا غير 300 درهم والحمد لله. في الدار عندنا الدجاج، عندنا الخضره، عندنا البيض، عندنا الحليب، عندنا كل شيء، احنا عايشين بخير. هذا كلامه، هذا كلام واحد منتخب.
يقول ذلك. هل تصدق انه يمكن له يتكلم ان المغاربه يعيشوا بهذا الامر؟ وحنا كنعرفوا بينما اراميل قالوا لهم لا ما عندكمش العدد ديال الناس في الدار ما غنسجلوكمش. وحدين اخرين قالوا لهم داكشي اللي نتوما كتشكلوه في الدار ما كافيش، سيروا دخلوا ناس اخرين معاكم. يعني والناس اللي سحبوا لهم داكشي وفي النهايه كيجيو كيقولوا لنا راه 25 حتى 29 مليار في النهايه في 2026. حنا قلنا لكم كنقول لهم الله يخليكم عطيونا ما يثبت تبقى للدول الاخرى اللي كدير قانون ديال التمويل ديال الحمايه الاجتماعيه، عطيونا بانه هاد الفلوس فعلا صرفتيهم ولنا موعد في القانون المالي ديال هاد السنه. دابا ما يتبش انهم صرفوا هادشي، ما عندناش عشفاوي كمال هادشي كيتشي اللي كيقولوا هما، لكن واش فعلا استفدوا هاد الناس لما كيمشيو النواب ديالهم؟ النواب ديالهم في لقاء ديال الاغلبيه قالوا لهم راه هادشي اللي كتقولوا المعارضه وارد، حنا كنمشيو عند الناس. انا كنت مؤخرا في بوعرفه وكانوا ناس أراميل معنا في تجمع حاضرين، كنتكلم وكيقاطعوني باش يقولوا لا سي نبيل حنا هادشي ما شفنا منه والو والو مساكن، يعني باش نقول لك شنو كيقولوا البعض. فبالتالي حنا كنطلبوا منكم، حنا باغيين الدعم المباشر، حنا ما عاد الدعم المباشر، حنا ما عاد التغطيه الاجتماعيه الشامله، هذه اوراش ملكيه يتعين دعمها ويتعين انجاحها. صحيح، واش يمكن السي نبيل يفهم في هذا السياق طريقه رد الفعل العنيفه اللي كانت تجاهكم على ضوء هاد العشرة ديال النقاط ولا هاد الرسالة؟ واش كتندرج في هاد السياق؟ يعني ما خافت تفضح هاد الأمور ديال بوعرفة وهاد الناس ما خداو والو، قالوا هاد الحزب اللي خلينا يهضر ربما تبان حقائق أخرى حكم، واش في هاد السياق يمكن حتى رد الفعل اللي كانت تجاهكم يعني ولا نسو حامد حتى إلا كنا كاع كنبالغوا شوية في هادشي اللي كنقولوا. اللهم احنا وحزب مؤسساتي وحزب موجود في المؤسسات ومعترف به، ولا أننا نخليو الأمور حكومة وأمامها الفراغ كاريش الذي يمكن أن ينتج عنه أي نوع من التصرف. صحيح. فهمتي؟ فبالتالي إحنا كنقول لكم أمور، تعاملوا معنا باحترام كما كنتعاملوا معكم باحترام، جاوبونا على هذا الشيء اللي كنقول، لأنه صبحات واحد الحساسية مفرطة من أي انتقاد. ما تهضروش معنا، إحنا حكومة وكأننا صبحات حكومة مقدسة بمعنى علاش نتكلم معكم؟ علاش اليوم غتوصلوا أنه تقولوا لنا حتى رسالة مفتوحة ما تصيفطوها لناش؟ حنا كننبهوكم إلى بعض الأمور اللي ناقصة باش تجودوا العمل ديالكم، باش حقيقة نجحوا جميع. حنا باغيين لكم النجاح كحكومة، قلنا لهم في البداية وقلنا لهم حتى في هذه الرسالة، في هذه الرسالة انتم بلايو أخذوا عليكم. واسمح لي نسألك السؤال، راه كاين البعض اللي كيشوف علاش هذه الحكومة تغولت كما كيوصف البعض؟ بالعكس انتم عطيتوهم مساحة كبيرة ووقرتوهم، احنا راه عاد خرجتوهم احنا ها اللي كيقولنا وانت شاهد على ذلك بان كاين اللي كيقولنا ما كاين معارضة، كاين اللي كيقول لنا المعارضة ضعيفة، كاين كاين صح. بالتالي احنا لاعبين دورنا، لا ما لعبناش دوركم المعارضه. واسمح لي نطلعوا كاش طيب. الناس بالعكس انتم ما لعبناش دوركم. طيب. هذا هو اللي عطى الدور. طيب طيب. فبالتالي احنا كنحاولوا يكون عندنا دور وكنصيفطوا لكم امور مثبوته بالارقام، بمعنى ماشي كنجيبوا امور من 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 راسنا، من المندوبيه والساميه التخطيط، من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، من بنك المغرب، كنجيبوا امور اللي حنا كنتاكدوا منها وكنهضروا معكم. شنو يستفزوا باش دار التلميذ ذاك في نظرك شنو غيكون بصراحه؟ شوف الشيء اللي كتقول كيقولوه المغاربه بصراحه كنقول. انا كان عندي لقاء في البرلمان جاوبت الاسبوع الماضي، شوف نظرك السينما، جاوبت في البرلمان على هذه الامور. علاش؟ لان كان هجوم شخصي، هجوم على الحزب. علاش شخصي؟ لان عوض الجواب كيمشيو للحاجه اللي كتبين الضعف، لان السلاح شي مشكل. انا نعطيك في سكر، كاين واحد الموقع الكتروني ما غاديش نسميه لك احتراما، كنعرف واحد الشخص مسؤول على التحرير يستهدفك، وهذاك الشخص على حساب المعطيات ديالي كان خدام مع السي الطالبي العالمي. انا بغيت نسولك واش كاين شي مشكله شخصيه تاريخيه ولا عادي داكشي؟ انا ما عندي مشكل مع حد بصراحه، كتبع داك الموقع كيستهدف، انا كنتبع كل شيء، ولكن البعض بصراحه يعني بعض الامور اللي ما كنشوفها وكنلقاها حتى فيها في جملها الاولى ما كنشوفهاش كنكملها. وخا نطلع لك سؤال مهم السي عبد، هذه الحكومه توفر لها او تيسر لها ما لم يتيسر لغيرها من الحكومات السابقه، وانا نقول لك كيفاش. هاد الحكومه حنا تاريخيا كنا كنسمعوا هاد الدكاتره الاحزاب السياسيه ما كتخليش خدمه تمشي مقاده، حسيت اليوم عندهم ها ثلاثه، ها عنصر راس مال، هذا ثلاثه جوج كنا كنسمعوا حكومه فيها اشخاص مغضوب عليهم ولا ايديولوجيا ولا جهات ولا كذا، اليوم الاحرار ولا الاستقلال ولا البام ما عندهمش شي خصومات مع مي الحال ودوائر القرار، اذا المرضيين مشيو، اذا عندهم ما عندهمش هذا المشكل بحال البي جي دي وكذا. جوج هما غا ثلاثه
ثلاثه جاوا في واحد السياق ما كاينش شي طالب شي حماس اجتماعي وشي روينه كما دوزتو نتوما اللي قبلكم. راه كان ديك السيك عباس الفاسي ولا كتلقى الشارع كيغني والحركات لا عصر لها. اليوم الامن ضابط الامور اذن كيشتغلوا في ديال الاستقرار. اربعه زيد عاوتاني جاوا في واحد السياق ما كاين لا صداع لا شي معارضه قويه مبلبلاهم. خمسه الفوسفات الخير موجود، تحويلات المال التحويلات ديال العمله للخارج ما عمرها كان شي تحويلات بحال هاد في عهدهم. هما مسيطرين على الجماعات وعلى المجالس الجماعيه وعلى المجالس الاقليميه والمجالس الجهويه. هاد العناصر المشترك مجتمع اللي قلت لك كامله هي اللي كتاهل للنجاح. انا بغيت نسولك الا كان هادشي كامل والحصيله بهذا الشيء اللي كتوصف، بغيت نسولك سيدي علاش؟ اي علاش؟ لان كيظهر لي انه ضعف سياسي، لان قلناها في البدايه حكومه سياسيين ما وقفاش على رجليها، ما عندهاش قدرات مثلا. علاش ما تمشيوش الدورو؟ علاش ما تخرجوش للتلفزيونات؟ علاش ما تخرجوش للمواقع وتفسروا وتقنعوا المغاربه بدايه؟ علاش ما الدور ياك نتوما ثلاثه الاحزاب وكتقولوا بان ما كتمثلوا 5 المليون ديال المواطنين اللي صوتوا عليكم؟ طيب مزيان ايوا سيروا هبطوا، ماشي تنتظروا الانتخابات، سيروا هبطوا دابا، ديروا تجمعات، ديروا لقاءات جماهيريه وفسروا، ماشي ديروا لقاءات لان راه غيجاوبوني غيقول لك كديروا لقاءات ديالكم مجموعين، كتعيطوا المنتخبين ديالكم كتجمعوهم في قاعات. لا كنهضر معكم على لقاءات مفتوحه مع المواطنين وسمعوا لهم، عطيهم تا هما الميكرو يتكلموا، يقول لكم اش كيضنوا في الثمن ديال البوطه اللي زدتيو فيه، يقولوا لكم واش الدعم المباشر وصلهم ولا ما وصلهمش، يقولوا لكم واش التغطيه الاجتماعيه وصلهم ولا ما وصلهمش، باش تصنتوا شويه صحيح. وتلقاو الاجوبه على ذلك. هما ما دارينش هذا الشيء. هذه ثانيا من دون شك ان ما نقوله من انتقادات خاصه حنا، لان لما كتدخل معاهم في ديك الشيء ديال قلتي انا جاوبتك بهذه الطريقه لان انت مفسد وانت ما فسدش وانت بداير وانت كذا، داك الشيء بوليميك. حنا مشينا جبدنا في الرساله امور ثاقبه مضبوطه ديال حياه الناس كيف يعيشون هذه الامور. ما قبلوهاش لان وقفنا على لي بوين فابل كما كنقولوا، نقاط الضعف وصلنا لها، فبالتالي جاوبونا على هذا الشيء. ما جاوبوش لحد الان، ما جاوبوناش. جاوبوا بالاسلوب اللي شفناه واللي ذكرتي واللي ما غنعاودش نمشي فيه، جاوبت عليه مره واحده في البرلمان ما غنعاودش نجاوب عليه، ويبدو انهم ربما ما غيعاودش يرجعوا بنفس الطريقه لانه اعتقد انهم تلقوا الجواب اللي كيستحقوه. فبالتالي تجاوز الحدود بزاف، حتى جبت رساله ملكيه علاش تدخل الملك؟ بزاف كيظهر لي انه لقحاب الملك دابا علاش؟ بمعنى انه غضبان عليك الملك. كاين امور ديال يعني الضرب تحت الحزام. كتحس براسك غضبان عليك؟ ابدا ابدا الحمد لله. شوف حنا اولا حزب يشتغل داخل المؤسسات ولنا تقدير واحترام خاصين يعني اكثر من اي واحد اخر للمؤسسه الملكيه ولشخص صاحب الجلاله. حنا هذا الشيء كابرين فيه. بالطبع عندنا دور المعارضة، عندنا استقلالية في قراراتنا، عندنا توجه كندافعوا عليه، عندنا هوية كندافعوا عليها، ولكن الاحترام مؤسسي. ولكن الاحترام وعلاش قام وعلاش شداكم تجيبوا لهذ الأمور ثم باش يطمئن الجميع. هذه الرسالة اللي كيتكلموا عليها من بعد منها حظيت باستقبال الملكي السامي وتوصلنا بإشارة سامية كثيرة. ممكن غدا تولي وزير؟ ما عنديش الطموح صراحة، ما عنديش الطموح. لا منطق هو زعما عمرك غتولي وزير. دوزت ما كنتكلم على الحزب ديالنا ان شاء الله. لا ممكن إلا تمشي ممكن غدا تقبل. ممكن غدا، مش انا اللي غنقبل واش انا اللي كنقرر. لا اولا اولا ثانيا انا شخصيا ما عنديش الطموح، ولكن الحزب ما عندوش هذا المشكل. ممنوعش الحزب من اي عمل. فلماذا تلجؤون الى ذلك؟ تلجؤون الى هذه الامور بهذا الاسلوب؟ لا وشكون المسؤول على الحسيمه بعدا؟ طيب هذاك الشيء قلتو، كل شيء قلت شيء كل هذا الشيء كله، هذا الشيء كله جاوبت عليه. لا داعي انني نعاوده، صافي بركه تبارك الله وصلى على النبي توصلوا. وحنا على اي حال يعني كل ما ياتي من قرارات ملكيه نقدره ونحترمه ونتعامل معه ونتفهمه وننتمي ونمتثل اليه كما فعلنا، ونحتفظ في نفس الوقت بدورنا كحزب في مواصله مسارنا السياسي، وهذا اللي كنديروه. وبالتالي لا داعي انكم ان البعض من هذا النوع عوض ما تجاوبنا على هذا الشيء تمشي تسبح في بعض المياه اللي لا داعي انك تخوضها. باش نسولوا هذا السؤال الجوهري ديال هذه العلاقه ما بين ازدياد عدد الفقراء مع وجود مؤشرات كاين ثروه.
والفقره كيتزادوا. واش هذا الشيء نتيجه ديال زواج المال والسلطه؟ لا اعتقد ان هذاك زواج المال والسلطه يمكن نرجعوا له، يمكن نرجعوا له احنا كذلك ربما من الامور اللي ما كتعجبهمش هو انه كنوقفوا على تضارب المصالح. ما كيبغيوهاش. علاش تكلموا على تضارب المصالح؟ كاين تضارب المصالح. كانت طبعا كاين ها هي في الحواله ما كايناش، هي ناخذوا غير هادشي ديال الحواله ماشي تضارب المصالح. ان هذو الناس مدعمين ديال نفس الاوساط اللي هما ناس اللي هما ناس اللي هما ديجا عندهم وكتزيدوا تعلفوهم بالاموال وبالدعم ديال الحكومه وتخليوا الاسعار دون تسقيف. هذا ماشي تضارب مصالح. المحروقات ماشي تضارب مصالح، واضح المحروقات او امور مرتبطه بالماء وما فيهاش تضارب المصالح. يعني لذلك حنا كنوقفوا عند هذه الامور. لما كناكدوا على هذه المعطيات المختلفه كيقول لك علاش، وكنديروه بالاحترام الواجب وما كنوقفوش عند امور اللي حقيقه كنمشيو كننسقوا وراء الاشاعات او وراء كذا. حنا لما كنقولوا مثلا المنافسه غير الشريفه، كاين تقرير ديال المجلس ديال المنافسه في المحروقات. هو كاين تقرير، هذه مؤسسه دستوريه. ما كنمشيوش نجبدوا حنا امور بحال اوساط اخرى. ملي كنقولوا 80% ديال ها المندوبين، ملي كنقولوا لك 3.2 المليون ديال الناس سقطوا تحت العتبه ديال الفقر، المندوبيه الساميه اللي اكدت على ذلك. انا قلت لك السؤال، ها انت دابا قلت لي نقطه وخلاتني نفكر شويه. المندوبيه كتقول هذا الشيء وما كديرش الحكومه رد الفعل بهذا القوه اللي داروا معك. داروه هذه المره، داروه هذه المره داروه، ومن المنبر ديال البرلمان وكانه توجه بالتهديد الى المندوبيه الساميه والى المجلس الاقتصادي. يقول لك عقلك وقف 91، يعني نزل معك لواحد النيفو ديال البوليميك يعني قاصح. انا بغيت نسولك، واش كانت رساله ليك المعارضه الاخرى راه غنجبدوا معاكم؟ واش كان تهديد في هذاك، حيت ذاك الخطاب عيدنا نفكوه ديال العالمي تجاه وعقلك وقف 91 خونا، كيهضر عليك بواحد الطريقه وشخص ماشي المؤسسه. شوف انا ما غنسقطش معاهم في هذا الشيء لا داعي. لا واش كان تهديد للمعارضه باش تدخل سوق راسها ولا شوف الله يخليك، شوف الواحد الواحد كما قلت الواحد يكون مشطب بضروره بعدك قبل ما يتكلم على الناس. لا على اي حال شرفاء نزهاء كيمارسوا النضال السياسي منذ مده ومستمرين في ذلك. والواحد يقول يكون البيت ديالو لما يكون البيت ديالو من زجاج. اعطينا نشرب الله يجازيك بخير. انا جو سي با لا، عطيتيني اشارات ديك المره. الا سمحتي شي ميل فات، الا سمحتي انا هنا. واش تيجي وقتها؟ الا سمحتي انا هنا من اجل انني نتكلم على مواقف وما غنسقطش في هذا المستوى. رئيس مجلس انا ما غنسقطش، انا ما كنسقطش في هذا المستوى. انا باش ما يقولكش هذا داير رد فعل لانه ما تكلم. انا هنا باش نعاود نقول لكم داك الشيء اللي كاين في الرساله المفتوحه وجاوبوني على الرساله المفتوحه. راه واخا تهبطوا النيفو حنا غنقول لكم طلعوا النيفو. جاوبوني صافي، جاوبونا على هذا الشيء. والنعناع هذيك النكته تماما هي هذه، والنعناع ساليتيو والنعناع. جاوبونا على هذه، لما تساليو تقذفوا فينا وتقولوا لنا كلام ساقط من هذا النوع وتعتذروا عليه من بعد، لان من بعد ندموا على كلامهم حسب ما بلغنا. على اي حال ندموا وصلني ذلك. على اي حال لما تساليو هذا الشيء حنا راه كنتكلموا معكم على هذا الشيء. ثم السؤال اللي قلتي اللي هو اساسي، الله يهديكم، رحنا في امس الحاجه في بلادنا الى معارضه يقيده صحيح موجوده مسؤوله في نفس الوقت. يمكن نكونوا كنتجاوزوا، يمكن تجي تقول لي انت منين جبتي هاد 3.2 المليون؟ ما كايناش. وها علاش ما كايناش؟ وراه حنا مالين هالمجهود اللي درنا. انت منين جبتي هاد الشيء ديال اننا حنا ما دايرينش 3.5 مليون ديال الاسر المغربيه اللي شدت الدعم المباشر؟ ها شحال شدوا ديال الناس، وها شحال اليوم صرفنا في شهر كذا وشهر كذا. جيب لنا ارقام، عندك جميع الوسائل باش تخرج تعطينا امور مضبوطه اللي تكون ملزمه واللي امام الراي العام تبين بان ما حنا يعني الانتقادات اللي كنقدموا راه خارج السياق. والسلام، هضروا معنا بهذا الاسلوب، ماشي تهضروا معنا باسلوب ديال فين ما نوجه لكم انتقاد. تقول لي 91 تقول لنا عقلنا ثقيل، تقول لنا الحكومه. وهذه نقطه جوهريه غتجاوبني عليها السي نبيل. واش ما كتلاحظش واحد الخطاب تيقول لك وارثنا وضعا وارثنا، وكانهم عمرهم ما دازوا في شي حكومه؟ لا دابا هما كانوا في حكومات وممثلين احسن منا واكثر منا. كل الحكومات اللي كانوا معنا فيها، من الحكومه عبد الرحمن اليوسفي وديال السيد رجطو
عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، السيد رشد الله يطول له العمر، والسي عباس الفاسي الله يشافيه ويطول له العمر، والسي عبد الاله بن كيران الله يطول له العمر، والسي سعد العثماني كذلك الله يطول له العمر، هذو كلهم شاركتيو معاهم اهم الوزارات شاده، وكنتيو عندكم في الخصوص في الحكومتين الاخيرتين يعني اللي قبل منهم شادين الماليه والصناعه والفلاحه والسياحه وقطاعات اخرى عديده متعدده مختلفه اللي هي الاساس للانتاج، وتجيو تقولوا لنا لا هذيك الحكومه تفشلات، وير لا فشلوا فشلتوا معاهم، يمكنش نتوما تنجحوا وما يفشلوا، يمكنش كاين شي حاجه كاين شي خلل في هادشي اللي كتقولوا. فبالتالي اولا كنقول لهم واحد المساله، شوفوا شوف الله يخليكم، شتي هادشي كله كاع اللي قبل منكم فشل، نجحوا انتوما دابا نجحوا، هذه عامين ونص انتوما جالسين، نجحوا انتوما، حنا نعاونوك، حنا نقول لكم برافو ياك، قلتيو مليون منصب شغل وفين هي 435 ألف حسب الارقام اللي ضربنا لهم الحساب دابا معطلين. السكينه الناشطه ما بغيتوش هذا الرقم، كاين 261 ألف، فينكم وفين مليون منصب شغل اللي غتخلقوا؟ وغير زيد على ذلك حكومات استقلت على ود البطاله، غير على ود البطاله استقلت حكومات. فبالتالي حنا كنقولوا لهم جاوبونا غير على هادشي بهدوء، مالكم مقلقين على راسكم. من عبد الله نختموا هذا اللقاء ولكن بكلمه، مرحبا ست الاسئله طق طق بسرعه، مرحبا نبغي نشوف الاولى. السيد عبد اللطيف وهبي قال بانه هاد لي زوطيل ما ياخذوش عقود ديال الزواج، رايك؟ شوف الطريقه باش قالها ربما استفزت بعض الاوساط، ولكن عمليا رفيت لي فايت لي قلت في استجوابات اخرى، عمليا هذا الشيء راه الا مشيتي للفنادق راه ممارس، لكن لا كاين فرق بين القاعده راه اعتقلوا واحد في سيدي قاسم تماما تماما، ولكن عمليا حنا دابا فعلا خصنا نحافظوا على النظام العام، خصنا المجتمع ديالنا والتقاليد ديالنا نحافظوا عليها، ولكن في نفس الوقت هذا راه بلاد باغي يحتضن كاس العالم 2030. انا مشيت لقطر، قطر محافظين ربما اكثر ما كانوش كيطلبوا عقد الزواج في الفنادق قطر في اثناء كاس العالم. فبالتالي احنا غاديين في واحد الاتجاه اللي كاين اساليب من اجل مراقبه ان لا تكون واحد المجموعه ديال الممارسات اللي يمكن نعتبروا انها خارج السياق. 501 كما عندنا احنا، شنو هو الفصل 501 في القانون الجنائي؟ ما عرفتش عندهم، انا بصراحه ما عرفتش، اعتقد ان عندهم قانون، عندهم غيكون القانون ديالهم غيكون القانون ديالهم من الناحيه اعقد من ديالنا. الموقف هو موقف وزير العدل، موقفي هو اننا ما نبقاوش نعيشوا في واحد النوع ديال التناقض. نعطيك واحد التناقض اخر، عندنا هادشي دابا الا مشى شي حد قال لهم عمليا كاين واحد المشكل اخر كنعيشوه، هو مشكل ديال تناول الخمور. رسميا القانون المغربي كيقول بان ممنوع البيع ديال المسلمين، المسلمين أيه. ماشي الاستهلاك هو اللي كيستهلكوا اكثر، عمليا كيتباع في السوبر مارشي والمغاربه كيمكن يدخلوا يشريوه، وكيمكن لك تمشي للفندق لكن واحد والمطعم السلامي واحد النكته جميله وانا عجبتني دابا، مع بحال دابا عندك جوج سؤال، ممكن لك ترجع شحال دخلك من سائح مثلا في عمليه حسابيه؟ كتلقى دخلوني 10 سياح، شحال استهلاك؟ لا بلاش، ولقيت واحد المليون قرعه مشات، نقول شكون استهلك هادشي؟ اذا سؤال ثاني لذلك واضحه سي كلمه في حق واقع الصحافه اليوم والحريات، سي نبيل عبد الله كيف ترى واقع حريه التعبير في المغرب؟ انا غنتكلم صحافه مدونه، انا غنتكلم معك بشكل ايجابي، عسى انه يكون فهم قوي لهذا الامر. نحن في امس الحجم في الواقع ديال اليوم من اجل تقويه المجتمع المغربي الى صحافه قويه حره مستقله عندها اساليب الاستقلاليه الماليه الذاتيه باش ما يكونوش عرضه لاي عمل او هشاشه، كما اننا محتاجين الى صحفيين وصحفيات ومعبرين على اراء مختلفه اللي عندهم حريه في اطار طبعا احترام القوانين، في اطار اللي كاين تعامل خلاق بين
الحريه والمسؤوليه. صحيح. ماشي الحريه هي نقذفوا في الناس ونضربوا ونضربوا عرضهم ونشبدوا مشاكل ديالهم الشخصيه ونحطوها في هذا الشيء، راه كيجرموا القانون. صحيح. في هذا الاطار نحن في امس الحاجه الى ان تكون لنا حيويه اعلاميه وحيويه في الحريه القويه. مثلا حكم على وزير العدل تاع السيد نشر صوره طاوجني 4 سنوات، انت دوزتي حكومه، واش كانت الاحكام القضائيه في عهدكم ولا؟ انا عمرني ما 4 سنين انا تعرضت شخصيا الى بعض الجوانب بعض الامور حتى على المستوى الشخصي وتعرضت. عمرك شكيتي شي مشكل؟ عمرني ما دعيت شي صحفي، وعندي قاعده انني ما ندعيش صحفي. كيصعب عليا انني كنت صحفيا، كنت مديرا لجريده، كنت وزيرا للاتصال، وانني بما لا يعني انني اتفق مع كل ما يكتب او مع التوجهات، ولكن وكان استنكره وكان مشي ضده، ولكن انا شخصيا لم لا يمكن. فلذلك اعتقد انه عسى اننا نرتقي بهذا الفضاء السياسي ككل، الفضاء الاعلامي والناس ديال المعبرين على الراي والمثقفين، واننا نعطيو. كنتمنى نشطاء الريف توفيق بوعشرين سليمان عمر يوسف طوجني كل المعتقلين. حنا كنتمناو وكتبناها في بلاغه المكتب السياسي مرارا وتكرارا، نحن نتمنى ان تاتي مناسبه قريبه ليكون واحد النوع من الانفراج. ما ديروش شي خطوه عمليه مثلا؟ حنا كنديروا قصر شي طالب؟ لا حنا كنديروا، شوف كل واحد في المكان. لا كحزب سياسي واش كلمه كيمنع؟ حنا مثلا بلاغات الديوان الملكي، بلاغات كثيره صدرت عن حزب التقدم الاشتراكيه تقول بانه كنتمناو، وبلاغات ديال المكتب السياسي وتقارير. شي وساطة سريه سيدي؟ حنا القصر الملكي معروف باب مفتوح. حنا يعني حنا كل ما ومن عرفك كيقولوا بالمصريين، حنا كل ما يمكن ان نقوم به كديرو من اجل توفير هذه الاجواء الا ونقوم. كلما توفرت شي امكانيه ان نقوم سنقوم. شكرا. الصحراء المغربيه يمكن ملاحظه اليوم ما كاينش مبادرات، لماذا خافوا تدور الاحزاب من الرئاسه؟ ما كنشوفوا حتى شي حاجه موازيه، ما كاين شي اختراق على الصعيد الدولي. الله يودي. انا غنقول لك مثلا، عطيوني شي حاجه. انا غنقول لك مثلا، مؤخرا كنت شخصيا بموريتانيا، ملتقيت مع عدد من الاطراف الموريتانيه بما فيها البعض، بما فيها البعض الذي يساند الطرح ديال البوليزاريو. التقيت بهم وكانت لي شرحتي وجهه نظرك، كانت لي جلسات معهم، وسنسعى الى تنظيم لقاء قريب بين احزاب موريتانيا واحزاب مغربيه، وهي المساله نعتقد انها ستساهم في توطيد العلاقات بين البلدين. ساهمنا من خلال مثلا الزياره الاخيره اللي دارها جون ليك ميلونشون للمغرب، في ابراز واحد الموقف ايجابي جدا ازاء المغرب في الوقت اللي كانت عندنا مشاكل مع فرنسا في ذاك الوقت لما تم هذا الامر. هذا شاركوا مجموعه من المناضلين ديالنا مؤخرا في لقاءات بايطاليا، بليبيا، باسبانيا، بالصين، بمجموعه تجاه تونس. مع الاسف لعبوا شي دور في العلاقه مع المغرب مع تونس تاريخيا. مع الاسف الاتصالات اللي كانت عندنا مع الاخوه والرفاق التوانسه في مختلف الاحزاب التونسيه في ظل الظروف اللي كيعيشوها هما بنفسهم اليوم، واللي اصبحت ظروف صعبه وصعبه جدا، وواحد النوع ديال التضييق على الحريات اللي كاين، يصعب ماشي من قبلنا احنا، هما يصعب عليهم اكثر فاكثر انهم اليوم يمارسوا معنا. ولكن تأكد بأنه نقوم بكل ما يمكن أن نقوم به حسب إمكانيتنا اللي هي متواضعة جدا. الجزائر كيف كنظن لبير بن عبد الله العلاقات المغربية الجزائرية؟ أنا اللي كيقلقني في الجزائر اليوم بسرعة، اللي كيقلقني في الجزائر هو هاد السموم اللي كيطلقوها في الاوساط ديال الشباب وحتى ديال الاطفال. كارثه ازاء المغرب والمغاربه. عمرها ما كانت الصراع الشعبي بهذه الطريقه. بالمؤسسات ديالنا اللي احنا عطيناها واحد الدور اساسي، وخاصه منها المؤسسه الملكيه او مؤسسات اخرى دستوريه، او الشعب المغربي وقيامه وتصرفاته، وهذا الشيء اللي كنسمعوا في الملاعب ديال الكره، وهذا التعنت، وهذا الجيش، هادشي بزاف. لان قبل كنا نقولوا بانه النظام العسكري كان يسعى، دابا هادشي مشاو فيه، وهادشي غيخلي جروح. الحمد لله اللي في المغرب
وإن كانت هناك بعض الأجوبة في المواقع، ولكن عموما مع هذه الحدة الصراع والتوتر هذا الحمد لله اللي كاين واحد التوجه رسمي اللي كيجعل بيننا ما هما هادشي ولا عندهم في التلفزيون العمومي وغير العمومي في الراديو في كذا في الوكالة. حنا لا الحمد لله باقي في اليوتيوب وبعض الأوساط صافي، حنا ما عندناش هادشي بمعنى التوجه الرسمي هو التوجه اللي حرص عليه صاحب الجلالة ديال مد اليد، ديال حنا مد اليد عسى انكم تفهموا شي نهار بينما راه مسارنا مشترك. واش كتشوفوا راسكم بديل على الحكومه؟ طبعا طبعا حنا نسعى الى تقويه هذه المعارضه والى توحيد صفوفها قدر الامكان من اجل ان نكون بديلا في 2026. بالمناسبه كاين اللي قال لنا بانما هذه الرساله درناها لان احنا باغيين الكراسي، احنا ما باغيين لا كرسي لا جوج، دابا بعد على الاقل احنا ما بقى ما معني لا بتعديل حكومي ولا بشي حاجه، ما تخلوش العيط لكم تعديل ابدا. احنا كنعتبروا بانما التوجه ديال هذه الحكومه لا يتناسب وانتظاراتنا وسقفنا. اذا ما تخلوش التعديل العيط لكم ابدا، ما معنيينش تحكموا معاهم في حكومه اخرى. عكس ذلك مع الاحرار في المستقبل، احنا اللي كيمكن يكون فاصل او فيصل بيننا هو وثيقه مرجعيه برنامجيه اللي كتقول هل التزاماتنا امام الشعب المغربي. قديتوا راسكم احنا معاكم، اذا تعمل هذا الشيء مرحبا احنا معاكم، الا ما تعملش هذا الشيء ما يمكنش نشاركوا في امور اللي كنعتبرها ما غاداش في الاتجاه المناسب. دقيقه في حق اشخاص، نبداو بالاول، حق كلمه بحق السي عزيز اخنوش. كلمه عزيز اخنوش شخصيا عندي معاه علاقه صداقه من زمان، لكن نختلف سياسيا. التليفون دابا اذا اخر مره هضرتي ويا فوكاش ماشي في المؤتمرات الاخيره من وراء اللي حضرنا فيها اخر مره كيظهر لي تشوفنا في المؤتمر ديال حزب الاستقلال. الاخر لا وراه في الطالب العلمي ما هضرش معاك؟ لا ما عيطك ما عيطتي له؟ ما عيط له واخا وصل لهذا النيفو. مش انا عيط له ولا اش غايط له؟ اذا هو عاجبو داك الشيء اللي قال السي الطالب. انا سولتك، انا اعتقد انه هما في تجمع منظم من قبل التجمع الوطني الاحرار، وبالتالي الكلام اللي قال السي الطالبي مسؤول عليه هو ومسؤول عليه. كرئيس حكومه هو كرئيس صالح عنده البروفايل. دابا انت عشتي معك كوزير في حضور. على مستوى شخصي على مستوى تدبيري الى غير ذلك انا كنعتبر بانه عنده مؤهلات وعنده كفاءات. على مستوى السياسات المتبعه اختلف، وانا اختلف معها بشكل كبير. سي نزار بركه اولا صديق، كذلك صديق من زمان لانه كنتمي تقريبا نفس الجيل تقريبا. كانت الحزب الاستقلال عنده صعوبات استطاع انه في المؤتمر الاخير يتغلب عليها، كنتمنى انه يزيد يقوي الدور ديالو لاننا في حاجه الى حزب استقلال قوي. سعد الدين العثماني كنا معاه في حكومه، شخصيا كنت معاه في هذه الحكومه، الحزب استمر. كنا نتمنى انه يواجه بشكل اقوى مجموعه ديال التحديات، وذلك ما جعلنا نغادروا هذيك الحكومه. خدمنا مع حسن هو ولا بن كيلان؟ احنا خدمنا باريحيه ومرتاحين اكثر مع الاله بن كيلان مؤكد. سعد الدين ايوا انا قلت لك بركه بارك الله وصلها عندي. طالبي العالمي هو اللي ختم لك به شيء. طالبي العالمي من الامور التي استأت اليها هو انه تربى عندنا في الحزب. سنواته الاولى كانت عندنا في الحزب. والتقدم شرعي. اي تماما. وغادر الحزب له ذلك، غادر لاسباب مرتبطه ب دوز بزاف بتطلعاته، دوز سنوات اولى من شبابه. غادر. شخصيا كانت عندي مع علاقه طيبه وعندي ذكريات معها طيبه، كنا ننتمي لحكومه واحده. كنت انتظر ان على الاقل على هذا الوجه هذا اذا كان شي جواب جاوبني على المواقف، اما الهجوم الشخصي فاعتقد انه ماشي في مستوى وهو سلاح الضعفاء. فلذلك انا الحمد لله كنسى كنتجاوز، وكنتمنى انه ما يتمش مجددا. محمد نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراك، كنشكرك على هذا الحوار هذا، ونتمنى نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله. شكرا. بهذا متابعات ومتابعي موقع بديل نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه، نشكر لكم طيبه المتابعه والى اللقاء.